النار مع قيس المرشد. أهلا بكم شباب وطلبة العراق. من المقرر أن تحتضنهم ريادة، وهي مبادرة حكومية جديدة تسعى إلى استثمار الطاقات الشبابية وتمكينهم ماديا ومعنويا وصولا إلى شاب منتج ومثمر مساهم حقيقي في تحقيق التنمية الاقتصادية. تفاصيل هذا المشروع بعد متابعة هذا التقرير. أطلق رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أمس السبت مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب وتمكينهم وتطوير طاقاتهم الإبداعية من أجل نيل فرص لائقة في سوق العمل وخلق حركة اقتصادية فعالة، والتي من المؤمل بحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن تشمل جميع المحافظات وتستهدف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 50 عاما، من أجل احتضان الأفكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها. كما أشار البيان إلى أن مبادرة ريادة تهدف إلى تحفيز فئات الطلبة والشباب على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي واستثمار المهارات الفردية والمواهب والقدرة على الابتكار وتوفير منصة إلكترونية بواجهات متعددة للمشاريع والتواصل وفعاليات التدريب، إضافة إلى واجهات حاضنة للأعمال الريادية. مشروع ريادة شهد النور بعد سلسلة من الاجتماعات والتوجيهات السابقة لرئيس الوزراء، بدءا من المنهاج الوزاري الذي تضمن توسيعة مشاريع معالجة البطالة ومنح قروض ميسرة للشباب، وصولا إلى الموافقة على التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة. كما شهدت بداية العام الحالي العمل على إطلاق برنامج يجمع بين التدريب والتأهيل وإقراض مشاريع الشباب، في حين أعلن في السابع من شباط الماضي عن تخصيص 500 مليار دينار في موازنة 2023 للصندوق إقراضي المشاريع الصغيرة. هذه المبادرة من المؤمل أن تسهم في تعديل النسب والأرقام التي كشفت عنها وزارة التخطيط بموجب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي بيّنت وصول نسب البطالة في العراق إلى أكثر من 16% بين السكان الذين هم بعمر 18 إلى 63 عام النشطين اقتصاديا، وتتباين نسب البطالة بين الشباب بحسب الفئات العمرية، حيث ترتفع بين 18 و30 عاما إلى حوالي 21%، ومن ثم تنخفض عند الأعمار المتقدمة، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية إلى أن سكان العراق سيتجاوزون مع نهاية العام الحالي 43 مليون نسمة، ويتزايد معهم طرديا أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، ما يحتاج وبحسب بمختصين توفير فرص عمل في القطاعات العامة والخاصة من خلال تشغيل المشاريع المتوقفة والمتلكئة واستحداث الجديد منها، وإلزام الشركات الاستثمارية الأجنبية بمنح نسبة من فرص العمل للعراقيين، ما يخلق فرصا حقيقية لتشغيل الأيدي العاملة المحلية. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، وأرحب أجمل ترحيب بضيف الكرام، وأبدأ مع رئيس مؤسسة أصول للتنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي المهندس خالد الجابر. يمكن أكست الاسم أنا شوية الصفة، المهم صحيح، المهم المعنى صحيح، المعنى صح. أهلا وسهلا بحضرتك حبيبي. أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. عندنا مبادرة جديدة تحت عنوان ريادة، سبقتها العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بدعم واحتضان الشباب، لكن هذه المبادرة نوعا ما من ناحية التفاصيل أكثر، بس ممكن تطبيقها أو لا؟ تفضل. أشكرك على الاستضافة ولمناقشة هذا الموضوع الجديد المهم. مرحب بك يا أجمل ترحيب. حقيقة مبادرة ريادة، نشكر الحكومة العراقية ونشكر دولة السيد رئيس وزراء على هذه المبادرة المهمة حقيقة، لأنه مبادرة كانت في 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 وقت كلش مهم، أنه تنقل أو تأسس إلى اقتصاد شبابي، إلى مشاريع صغيرة. لأنه تعرف أستاذ قيس حضرتك أن المشاريع الريادية اليوم في أي بلد تكون هي القاطرة لكل الاقتصاد في ذلك البلد، وهي تحرك عجلة الاقتصاد. لأن المشاريع الكبيرة اليوم من عندنا شركات كبيرة ومشاريع كبيرة
ما تتأثر بالتغييرات الاقتصادية بشكل هائل، ولكن اللي يتأثر واللي يخلق فرص عمل واللي يقفل فرص العمل أو يقلل فرص العمل هي المشاريع حقيقة الريادية. فمن مبادرة ريادة الواضح من عدها أنه المبادرة أنه هيكون صاحب الفكرة أو صاحب المشروع الريادي أن يكتب مشروعه. حقيقة طبيت اليوم على التطبيق مالتها أنه يكتب مشروعه بكل دقة وبتفاصيل المشروع، ويروح هذا إلى جهة يبدو أنه حتبدي تدرس هذه الأفكار، وبالموازنة أكو صندوق ب 500 مليار. هذا الصندوق هو لأغراض إعطاها قروض لهذه المشاريع الريادية. هذا إيش حيولد لنا بالمرحلة اللاحقة؟ حيولد لنا إلى عملية تغيير وجهة نظر الشباب من القطاع الحكومي والتعيين إلى القطاع الخاص، وهذا هو المرجوة حقيقة من هذا التأسيس لبداية التحول بالثقافة المجتمعية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. زين، تعرف إحنا برنامجك هذا نفسه نعم. إذا قبل فترة بحلقة الشراكة بين القطاع الخاص والعام إحنا أطلقنا هذه الفكرة من هذا البرنامج، وقلنا يجب عندنا ثروة وطنية تفوق ثروة النفط، وهي الثروة الشبابية للعراق اللي هي يحتاج لها تأهيل، وأكو جزء يحتاج لتأهيل، جزء يحتاج لتدريب، وجزء جاهز لأن يطلق بالعمل. فاليوم مبادرة ريادة هي عبارة عن نافذة تستقطب كل هذه الشباب والطاقات. تفضل. عفوا. فهذه اليوم الشاب اللي الطموح، اللي عنده طموح واللي ما يريد يروح يتعين بالقطاع الخاص يقدر يسوي له، وعنده فكرة يريد يحققها. زين. أهم مبرر لعدم تحقيق الفكرة هي الحالة المادية، الطاقة المالية اللي موجودة عند الشاب. زين. فبوجود صندوق ب 500 مليار حيبدي يتكفل بإعطاء قروض لهذه الأفكار. يعني هسه هالمبادرة تم تخصيص مبلغ لها ضمن موازنة لو شنو بالضبط؟ ضمن موازنة 2023 ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة اللي أعلنت الحكومة. ضمنت بالموازنة أكيد؟ نعم نعم نعم، أعلنت الحكومة بشكل رسمي. تمام. هنا ف 500 مليار اكو موجوده هذه لدعم هذه المشاريع الشبابيه. طبعا انت هنا يعني حتى بس نكون يعني نقرب الفكره للمشاهد انه شنو هي المشاريع الرياديه مثلا. اعطينا فد نموذج للمشروع الريادي. هاي ارجع لها بعدين استاذ خالد، لكن خليني انتقل الى الخبير في العلوم الماليه والمصرفيه الدكتور رزاق ذياب الناشي. مرحبا دكتور رزاق. اهلا وسهلا بك استاذ قيس، تحياتي لك والى ضيفك الكريم والى جمهور برنامج دينار من قناه العراقيه الاخباريه، حياكم الله. تفضل استاذ. مرحبا بك، اجمل ترحيب. دكتور رزاق، انا سالت استاذ خالد عن ما مدى امكانيه تطبيق هذه المبادره، لكن هو الظاهر تهرب من الاجابه لحد اللحظه. عندنا مبادرات كثيره تخص او تعنى بدعم الشباب العراقي طرحت في حكومات سابقه. الان البعض يتحدث عن ان مبادره رياده تختلف تماما عن المبادرات الشبابية السابقة، وتم تخصيص مبلغ لها 500 مليار دينار عراقي حسب ما ذكر أستاذ خالد. نريد نعرف ما مدى أمكانية تطبيق ونجاح هذه المبادرة الشبابية واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب. تفضل دكتور رزاق. بالبداية يعني احنا نرحب بهكذا مشاريع، وخصوصا مشاريع دعم المشاريع الصغيرة ودعم قطاع الشباب، لأنه باختصار شديد جدا العراق هو دولة شابة. يعني العراق يختلف عن بلدان الإقليم اختلاف كبير جدا، يعني متوسط العمر يبلغ لدينا 65 سنة، ومعظم شباب يعني معظم سكان العراق هم من الفئات الشابة. يعاني أكثر من تقريبا 18 إلى 19% من هذه الفئات من البطالة الحقيقية، البطالة الفعلية في عدم وجود فرص عمل. لذلك دأبت الحكومة على إطلاق برامج التحفيز في الأداء المالي، وحقيقة واحد من المشاريع المهمة جدا هو التحفيز باتجاه المشاريع المتناهية الصغر أو المشاريع الصغيرة. إحنا يعني بصراحة المشاريع الصغيرة تختلف إلى حد ما عن المشاريع المتناهية الصغر، بما أنه هذه الحزمة
تستهدف فئة الشباب. أنا أتصور أنها راح تكون المشاريع متناهية الصغر عن طريق دخول أي متطلب إلى الواجهة الإلكترونية من متطلباته، راح يناقش مشروعه بصورة مفصلة. وأنا أعتقد أنه هذه السياسة سياسة حقيقية فاعلة تهدف من خلالها الحكومة إلى إثبات جديتها في تطبيق البرنامج الحكومي بصورة صارمة. وحقيقة إذا نرجع بالتاريخ لفترة بسيطة قبل شهرين، لاحظنا أنه الحكومة فعلا كانت جادة بتطبيق البرنامج الحكومي وبصورة شفافة، وكان الإفصاح الحكومي عالي جدا في عرض البرنامج الحكومي أمام الشعب، ومعظم جلسات مجلس الوزراء تنقل، وكانت توصيات رئيس مجلس الوزراء للشعب واضحة جدا، وكانت هادفة إلى نقل الصورة الحقيقية لما تقوم به الحكومة فعليا. إذن هنا نكون إمكانية التطبيق، إمكانية التطبيق أنا أضمن لك نجاح هذه التجربة إذا ابتعدت عن التجارب السابقة، لأنه أنا إذا أعطيك البرامج اللي نفذت وكانت تستهدف فئات الشباب وتمكين المرأة ودعم البطالة والقضاء على الظواهر السلبية، برامج كثيرة أطلقتها الأمم المتحدة والحكومات العراقية المتعاقبة لكن لم تأتي أكلها. والسبب في ذلك هو انتقائية القائم على القرار لفئة معينة. هنا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار المناطق ذات المحرومية الكبيرة التي من خلالها يمكن تنشيط النشاط الاقتصادي وعدم الانجرار إلى حزم التحفيز عن طريق الأجور. هذه البرامج هي تكون هادفة متى ما انعكس واقعها على واقع السوق. يعني احنا لو نجي البرنامج ريادة ونفصله تفصيل بسيط، نلاحظ انه يستهدف سوق العمل بصورة مباشرة، بحيث ركز على فئة الشباب والطلبة. يعني من الطلبة الذين يعني الآن هم في مرحلة كتابة بحوث التخرج، يؤكد على أن يستهدفون في بحوثهم معالجة مشاكل فعلية موجودة في السوق، ومن خلال هذه المشاكل ممكن أن يقترح برنامج أو مشروع بحيث تدعم الحكومة بصورة مباشرة. هذا من جهة. من جانب آخر لازم نعرف أنه الآلية اللي يتم من خلالها التعامل مع البرنامج المقدم من قبل الشاب أو الطالب وشفافية التعامل، بما أنه الموضوع هو إلكتروني بحت فأني أتصور راح يكون إلى نجاح، حتى إذا استهدف على سبيل المثال 5,000 إلى 10,000 شاب كتجربة أولى، من الممكن أن تكون لهذا الصندوق نجاحات كبيرة، لأنه صندوق خالي من الفوائد يستهدف ظاهرة البطالة والقضاء على الظواهر السلبية التي تسببها البطالة. احنا نعرف البطالة لها ارتباطات كبيرة، والحكومة الآن على عاتقها أن تعالج هذه الظاهرة خصوصا بين فئات الشباب ودعمهم من أجل أن يخرجوا من الواقع الذي يعيشون فيه، وهو الاتكال والاعتماد على الآخرين في تلبية متطلباتهم اليومية. تمام أستاذ خالد، منين تتكون مبادرة ريادة؟ شنو تفاصيلها؟ نوع الأعمال اللي ردت تذكرها قبل قليل؟ أنا ردت تذكر أمثلة على المشاريع الريادية، بس إذا تريد أجاوبك على السؤال منين تتكون، تطبيق هو أكو ويب سايت. نعم، حتى الشباب اللي يريد يقدم خلينا نشوف بالله شلون. اي اكو ويب سايت طلقوه من خلال يدخل على التطبيقات مال الموبايل، يعني نزل تطبيق اسمه رياده، اسمه رياده موجود بالويب سايت نفسه. زين، ينزله ويبدي حتطلع له انترفيس، يعني واجهه. نعم. يدخل اسمه وتفاصيله بيها ويقول له انت شو تريد، على تريد مركز توظيف، تريد مركز بحث، تريد مركز تدريب، يذبب على هذه المراكز ياهو مركز يريد من عنده، بالاخير يقول له اشرح لنا فكره مشروعك، يشرح له الفكره مال المشروع ويبدي الاجراءات يعني، وبعدين هم يتصلون بي او شيء، لانه بس هم البرنامج دي حد هذه اللحظه يعني حتى الابل على جوجل بلاي البرنامج ما موجود، بس على الابل يعني. زين. التطبيق بعده كاتمين قريبا، يعني المشروع جديد بعده. زين، هذا بما يخص الشاب شلون يريد يقدم او الطالب او يعني اي وتفر يعني حاليا اي شاب عراقي، اي طالب عراقي من 15 او 16 الى 50 الاعمار، من 15 سنه الى 50 سنة. اي طالب، اي شاب عراقي عنده فكره، نعم، ممكن يدخل على هذا التطبيق. احسنت، يطرح فكرته
يمن المعلومات المطلوبة، ولكن بشكل ناضج، يعني الفكرة تكون ناضجة، يعني مو تعرف أفكار، إحنا هواية تجينا أفكار زي. ولكن هي أكيد يعني هسه حتى إذا كانت الفكرة مناضجة المفروض هذا هذه المبادرة أكيد. حتى إذا شافت الشاب نوعا ما إحنا نقول به لازمة مثلا، أحسن تدز على يابا شنو فكرتك، سوي المجتمع بين فترة وفترة، هذا هم دي يسووا له تدريب. هم دي يسووا له تدريب. وين التدريب؟ تدريب هو كاتبين، يعني الشيء الجيد هنا تختار أنت مراكز التدريب، ولكن أنا هنا عندي مقترح عسى أنه يفيد هاي المبادرة. نجيب شركات أجنبية للتدريب؟ بالضبط. إحنا لا، إحنا العالم سابقنا بكثير بطرق التدريب وأساليب. زين، موعدنا وزارة العمل بها معها التدريب وكذا؟ أستاذ قيس، إحنا خلنا نعرف إحنا مشكلتنا شنو. إحنا مشكلتنا اليوم ما عندنا كادر وسطي، كادر وسطي ما عندنا ضعيف سواء بالطب. قصدك المهن والحرف، حرفيين ما عندنا. لا مهن لا حرف، يعني بالطبع إحنا أطبائنا جيدين، ولكن الخدمات الفندقية بالمستشفيات غير جيدة، بالبناء مهندسين جيدين، ولكن الكادر الوسطي وهلم مجرى على بيهم الخلفات. مو انتم معتمدين عليهم 24 ساعة المهندسين؟ قابل تبني بيدك انت المهندس. احنا معتمدين عليهم صح، ولكن احنا نريد نزيد الكفاءة. زين، فيجب ان ندخلهم في دورات. يعني انا عندي تجربة شخصية حقيقة ويا معهد في 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 بريطانيا لإعادة تأهيل، حقيقة مو الخلفات، هنا إعادة تأهيل المهندسين. نعم. لأنه يقول لك في دول العالم المهندس من يتخرج لازم يتأهل خمس سنوات ويبدي، فالعملية التأهيل طويلة. إحنا ما عندنا، فأنا الأقترحة إنه يصير جوينت فينتشر أو ويا المراكز عالمية، ويا المراكز الموجودة بمراكز عالمية، ويا وحتى نبدي نستفاد ونطور خبراتنا التدريسية بهذا المجال. اسمح لنا أستاذ خالد وكذلك دكتور رزاق أن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، والعودة مع رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدام المهندس خالد الجابري. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ خالد. أعطينا أمثلة على مشاريع ريادية سجلت نجاحها في بعض دول العالم. المشاريع الريادية مثلا عندك أوبر، تطبيق التاكسي زين، أو كريم. لما نأخذ هذا كمشروع ريادي، هو ليش نجح؟ لأنه أكو مجموعة من الشباب جو حللوا شنو المشكلة اللي موجودة بالمجتمع. لقوا انه عملية حجز التاكسي كل الصعبة، او خاصة بالمناطق المكتظة. يعني مثلا نحكي على اوبر، هي الفكرة اوبر سواها، فمن نحكي على امريكا، انت حتى تاخذ تاكسي بامريكا يحتاج لك وقت طويل. فهنا من اجى التطبيق هذا قلل الوقت وسوى سرعة بالحجز. ليش؟ لانه عالج مشكلة. بينما فهنا سوى تطور بعملية السوق. فالمشاريع الريادية هي أحد عناصر التطور بعملية الأسواق. مثلا عندك التطبيقات اليوم مال الحجز مال الطعام، يعني التوصيل الدليفري مال الطعام، ها كلها مشاريع ريادية. عندك الطابعات مال البناء، الطابعات الفريدي اللي هي هسه وصلت الى مرحله انه تبني، كانت اول مره بس تسوي اشكال ومجسمات، بعدين قامت تبني وبدت تتطور. مشاريع الطاقه المتجدده، هاي معظمها ذني، مو معظمها ذني، كلها هي عباره عن مشاريع رياديه بدت بافكار بسيطه، طوروها الشباب الى ان صارت نماذج. هنا عمليا ايضا مقترح من قناتكم الكريمه، واحنا كمؤسسه بدنا نعمل على هذا الموضوع، اللي هو عملية سن قانون التجارة الإلكترونية. لأنه التجارة الإلكترونية اليوم بالعراق ما عندنا لها قانون، والتطبيقات والمشاريع الريادية معتمدة 100% على إذا ما نقول أي 100% تقريبا معتمدة على التطبيقات الإلكترونية. زائدا إحنا هسه حاليا دنمر بمرحلة تغير اقتصادي حتى نعالج مشاكل المناخ ومشاكل التغيير المناخي، فهذا كلها يتطلب من عندنا
الاعتماد على الحوكمة والاعتماد على الأتمتة والانتقال إلى التطبيقات الإلكترونية. فبالنتيجة إحنا اليوم بالعراق ما عندنا قانون، ما عندنا تشريع عفوا قانون للتجارة الإلكترونية. فإحنا كمؤسسة تبنينا هاي القضية ودا نشتغل عليها. نتعرف هذا كلش مهم بالاقتصاد، هسه جزء مهم بهذه المرحلة ولكن مهم بالمرحلة القادمة. فأنت اليوم مشاريع الريادية، التطبيقات مال الهواتف الذكية هي عبارة عن مشاريع ريادية. زين. التطبيقات مال الطاقة المتجددة هي عبارة عن مشاريع ريادية. كذلك التطبيقات عفوا مثلا هسه نشوف حتى بالعراق وصلت لنا الريبوت اللي مثلا يسوي تنظيف، هذا الريبوت الصغير، هاي الأجهزة الصغيرة هاي عبارة عن مشاريع كلها ريادية. عندك أيضا مشاريع ريادية في اتجاه الزراعة. فالمشاريع الريادية هي حتطور الاقتصاد، وذلك لأنه مجموعة من الشباب حيعالجون حالة موجودة ما تقدر هاي الشركات الكبيرة تعالجها. السبب ما تعالجها، أنها حتصرف عليها بحث وتطوير على موضوع صغير، وبالنتيجة عوائد الربحية لهذا الموضوع ما تكفي ذيك الشركات. ليش؟ لأن ذيك الشركات رواتبها عالية، مصاريفها عالية، فبالنتيجة شوف المشروع صغير ما يفيدها. بينما المشروع الريادي بالنسبة إلى هذا شنو الموضوع؟ موضوع كبير، يعني ده يكبر وياه. فإحنا مثلاً أكو كان في أحد الجلسات الحوارية قلنا إنه اليوم المكننة الزراعية معظمها تحتاج إلى عملية تحديث وتصير تدخل عليها الأتمتة. زين، هاي المكاين الزراعية أو المكاين اللي تشتغل الري بالتنقيط وإلى آخره من هاي التفاصيل، هاي منو حيقدر يسويها؟ هاي كلها عبارة عن فرص لعمليات ولمشاريع ريادية. فهنا صاحب الشاب اللي حيجي، أكو شاب يريد يطور شيء بالزراعة، أكو شاب يريد يطور مو شيء واحد أشياء، أكو شاب يريد يروح باتجاه الصناعة، أكو شاب يريد يروح باتجاه الزراعة، كل تكنولوجيا. فهنا إيش حنسوي أستاذ قيس؟ تخيل إنه أنت ذولا مجموعة الشباب، نعم، كلهم كل واحد شغل ويا خمسة، زين، أو كل واحد شغل ويا خلي ثلاثة اثنين ماكو مشكلة اثنين. فتتخيل كمية سوق العمل اللي تولده، راح تصير دورة كاملة اللي خلال هاي فترة يعني هاي 500 مليار دينار اللي انصرفت، تخيل ايش قد ولدت دورة عمل، ايش قد ولدت فرص عمل. احنا راح نتعرف على آليات صرف 500 مليار دينار عراقي إلى الشباب العراقي ضمن هذه المبادرة، لكن بعد أن نتابع فاصلا عفوا موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، العوده مع الخبير في العلوم الماليه والمصرفيه الدكتور رزاق ذياب الناشي. مرحبا بك مره اخرى دكتور رزاق. من ضمن التحديات اللي
ذكرتها حضرتك واللي عرقلت أو أفشلت المشاريع الريادية السابقة أو الخاصة بالدعم الشباب كانت المنظومة المصرفية دكتور رزاق. حاليا عندنا 500 مليار دينار عراقي نريد ندعم بها شبابنا من طلاب وغير الطلاب ممن لديهم أفكار معينة يرغبون بترجمتها على أرض الواقع. هل تعتقد بأن المنظومة المصرفية ستمهد لإنجاح هذا النوع من المشاريع وتحديدا مشروع ريادة في الفترة القليلة المقبلة أم لا؟ هو بما أنه المشروع يعني أطلق عن طريق رئاسة الوزراء، أنا أتصور يعني المصارف تلتزم التزام تام بالتوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكون هذا ضمن البرنامج الحكومي اللي كما أسلفنا سابقا وذكرنا أنه البرنامج الحكومي يستهدف فئة الشباب استهداف مباشر من أجل السيطرة على وضع البطالة والظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع. يعني اعتقادي أنه أكون جازم راح يتنفذ هذا المشروع، وأعتقد أنه راح يلاقي نجاح إذا ركز على المشاريع المتناهية الصغر وليس المشاريع الخيالية اللي يعني كثير من البرامج أطلقت سابقا. يعني أنا كنت في أحد المرات مشرف على أحد البرامج اللي نفذ من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي معظم الناس اللي زرناهم وشفنا وطلعنا على مشاريعهم كانت مشاريع كاذبة، يعني يعلق اللوحة بأنه مدعوم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق البرنامج الإنمائي، وبالتالي فقط شكل اللوحة يعني برنامج أو مشروع غير موجود. يعني معظم الناس تستهدف الحصول على القروض وتبتعد عن تنفيذ المشروع، لكن ضمان النجاح أنا راح أكد لك وارجع على الحديث اللي يتطرق إلى الضيف الكريم بأنه موضوعة التدريب موضوعة صعبة. لا بالعكس أخي العزيز، موضوعة التدريب موضوعة سهلة. العراق يحتوي على أعرق الجامعات وأكفأ الكوادر الهندسية وأكفأ الكوادر الإدارية والكوادر المختصة في كل العلوم، وبإمكان هذه الكوادر أن تهيئ قطاع الشباب تهيئة تامة إذا ما أخذ بنظر الاعتبار البحوث المقدمة من قبل الجامعات لغرض إنعاش حياة السوق وإعادة السوق إلى مستواه الطبيعي ومن خلال دعم قطاعات الشباب. يعني إذا نستهدف فئة الشباب في مجموعة من المشاريع وتنعرض هذه المشاريع على الجامعات راح تكون المختبرات الهندسية، وأنا متأكد راح تكون المختبرات الهندسية مستعدة لاستقبال الشباب خلال تنفيذ البرنامج، وراح نشوف نجاحات كبيرة إذا ما كانت هذه البرامج المقدمة هي برامج تخصصية. يعني مثلا نركز على تقنيات المعلومات واستخدام التقنيات وأعمال التصليحات، ويعني إحنا لدينا هيئة المعاهد الفنية أو هيئة المعاهد التقنية، الجامعات التقنية هذه جامعات عريقة جدا، لكن للأسف الشديد انحدار المستوى التعليمي في هذه المعاهد ليس بسبب تلك المعاهد وإنما بسبب تدني المعدلات المقبولة لديها، وبالتالي الخريج من هذا المعهد ما يروح يلاقي فرصة عمل لأنه ما درب التدريب اللي هو يطلبه. لذلك المشروع الريادي لما يقدم المهندس ويرى بأنه هذا مشروع قابل للنجاح يدرس من قبل هيئة استشارية وهيئة متخصصة ويعرض للتدريب، أنا متأكد تأكد تام راح يكون له دور في إنقاذ المجتمع من كثير من المشاكل اللي نعاني منها. يعني كثير من المشاكل اللي يعاني منها الشباب هي عدم توفر فرص العمل. خلق الفرص يعتمد بالأساس أو بالدرجة الأولى على عملية التمويل، خلق فرص العمل. إذا ما أكو تمويل لهذه الفرص، وبالتالي أنا أقول لك يعني المشروع فاشل. بما أنه الحكومة تبنت مشروع صندوق سيادي لدعم برنامج ريادة، أنا متأكد يعني أو أكون جازم أنه البرنامج يرى النور وراح ينعكس بصورة تدريجية، لأنه عملية الحكم على نجاح أو فشلة تتطلب دكتور رزاق لا تقل عن سنة. دكتور رزاق فيما يخص هذا المشروع، فيما يخص منح القروض، تعرف عندنا مشاكل كثيرة، المصارف تطلب ضمانات من أجل منح القرض وكفيل وغيره وغيره من التفاصيل الأخرى. شنو اللي راح يتغير بهذه القروض أو بهذه المبادرة؟ هذه أستاذ قيس، هذه المبادرة شأنها شأن أي مبادرة. يعني إذا ترجع لكل المبادرات اللي أطلقت يعني لغرض دعم قطاع الشباب وتمكين المرأة وتمكين بقية أفراد المجتمع، كانت تستهدف
اعطائهم القروض لغرض القيام بمشروع. وأنا أضمن لك أنه تنجح. ليش؟ لأنه هذه القروض بدون فوائد، فوائدها صفر، لأنه هو برنامج لتحفيز المجتمع، والبرامج المجتمعية عادة تكون فوائدها صفر. بما أنه معدل فائدة صفر، إذن أنا كل ما أنتجه وكل ما ينتج عن عملي راح يكون ربح لي خالص، وبالتالي راح يكون إقبال عليها شديد، على عكس بقية أنواع القروض. أنت تعرف يعني أدنى نسبة قرض تأخذها المصارف التجارية هي 5%، وكانت في السابق 8%، ولذلك يبتعد أغلب الشباب عن أخذ القرض، لأن إذا أخذ 10 مليون على 8% بعد 10 سنين يرجعها 20 مليون، وبالتالي أنه هو يشتغل للمصرف وليس يشتغل إله. وبالتالي الآن هذه المبادرة أضمن لك نجاحها، لأنه معدل فائدة صفر، وإضافة إلى أنه نافذة إلكترونية تمنع التلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس أو بعض المسيطرين على هذه البرامج، وعدم اللجوء إلى طرف ثالث لغرض الحصول على الاستمارة أو كذا. يعني هو البرنامج مفتوح ونافذة موجودة أوبنيان، أي شخص يقدر يستطيع يملي، يعني أي شخص عمره من 16 إلى 50 يعني ما بها عيوب تأسيس دكتور، ما بها عيوب تأسيس لحد اللحظة المبادرة. إذا كانت فوائدها، يشوف أستاذ قيس، بما أنه برنامج تحفيز هو خالي من العيوب. جيد أستاذ خالد، عندنا كثير من المشاكل، عندنا تلوث، عندنا تصحر، عندنا قلة الزراعة، المنتج المحلي قليل أيضا، صناعات محلية قليلة ماكو. كيف ممكن أن يعالج أو تعالج مبادرة ريادة هذه المشاكل أو التحديات اللي واجهها العراق حاليا؟ ممكن أن تسم هذه المبادرة؟ تفضل. حقيقة بس أرد على ضيفك الكريم دكتور بخصوص التدريب. طبعا احنا بالتدريب عندنا جزئيتين بعملية التدريب، عندنا التدريب المهني والتدريب التكنولوجي. التدريب المهني خلينا نحكي عليه وبعدين نرجع على التدريب التكنولوجي. التدريب المهني اليوم احنا عندنا واقعا انه انا مثلا بالسوق النفطي مثلا لما نريد نجيب واحد يلحم درز او نوع معين من انواع اللحيم، ما حنلقى عراقي ماخذ سيرتيفيكيت او عنده باسبورت، بالمشاريع النفطيه يسموه باسبورت، الا على ما يعني معدودين. يعني الباسبورت منين ياخذه؟ باسبورت ياخذه اثناء التدريب. منين؟ من الشركه المدربه. صح، ما بالعراق ماكو ولا لحام ماخذ شهاده. عفوا خل اكمل العباره. الاعداد كلش قليله ما تتوافق ويا سوق ويا الطلب ويا حجم الطلب. تمام. فاكو موجودين ولكن ما تتلائم ويا حجم الطلب. ممكن هم يفتحون مراكز تدريب. مو لازم اكو، لازم انت معتمد مدرب معتمد. فهنا عمليه مو معقده، مو سهله. بما يخص الحفر كذلك اكو اختصاصات يجب ان تكون. فعمليه التدريب احنا العالم سابقنا، خلينا نكون واقعيين، يعني العالم سابقنا بمراحل كبيره. زائدا على مستوى الخدمه السياحيه ايضا احنا عندنا. زين ليش مستبعد وزاره العمل من التدريب؟ مو بها معاهد وكذا؟ وزاره العمل هي الجهه التعاقديه وهي المراكز الدوليه. انت لازم عندك جهه حكوميه تتعاقد ويا مراكز دوليه. شلون وزاره العمل هي حجر الاساس بعمليه التعاقد ويا المراكز الدوليه حتى يجيبون لنا ناس مدربين حتى نختصر هاي الفتره ام العشر سنين او ال 15 سنه نختصرها. هذا بالجانب الاول. نرجع على الجانب الثاني بسؤالك. نعم. المشاريع الرياديه انا متوقع حيكون لها اهم، هو بالعالم اهم اهداف، واحد من أهم أهداف المشاريع الريادية. نعم. هي تحقيق الأثر البيئي، لأنه المشاريع الريادية حيكون عندها أثر بيئي واضح على المجتمع. بمعنى أنه اليوم أنا مثلاً من أجي، يعني هذا ما له علاقة بالحلقة بالموضوع مالتنا، العراق هو ملتزم أنه يقلل الانبعاثات من 1 إلى 2%. نعم. حسب المساهمات الوطنية. فإحنا اليوم من أجي أنا عندي مشروع ريادي حيطلع لي منتج يخفض لي الانبعاثات، او يطلع لي منتج يسوي لي استصلاح للاراضي الزراعيه، او يطلع لي خدمه، مو بالضروره منتج، او يعطيني خدمه تسوي لي استصلاح بالاراضي الزراعيه، هنا ولدت لي مشروع ريادي ذو اثر بيئي، وهذا حيساهم بشكل مباشر على انعكاسه، حيكون ايجابي على التزامات العراق اللي مسويها بمبادره وثيقه المساهمات الوطنيه. فالمشاريع هذا احد الاثار البيئيه انه انت تقدر تخليها. زائدا اليوم احنا عندنا تعرف بعمليه
الضغط المناخي اللي يصير بالعالم كله وبالعراق خصوصا، لانه العراق هو احد 5 البلدان المتاثره بعمليه التغيير المناخي، دا يصير عندك هجره من الريف الى المراكز الحضريه ومن المراكز الحضريه الى مراكز المدن. زين، هاي عمليه الهجره بسبب الاراضي صار بها املاح والاراضي صار بها مشاكل، هاي عمليه الهجره ممكن انه هاي المشاريع الرياديه تعالج لي هذه المشاكل بتكاليف بسيطه، لانه مشروع ريادي هو ما حيخلي ماركب على 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 المنتج مالته او الخدمه مالته عاليه، فحيعالج لي وحيكون عندي او حياخذ الدعم من الحكومه مثل ما تفضل الدكتور رزاق انه حياخذ قروض بفائده صفريه، فبالنتيجه المنتجات ما حتكون او الخدمات ما حتكون ذات سعر مرتفع. المبادره السابقه لدعم الشباب ايضا اعتقد الفائده صفريه، يعني هي اكو مبادرات كانت سابقه قبل هذه بس مبادرات، بس الشباب من يروح للمصرف يردون منه كثير يردون منه كذا، هذا ليش؟ لانه اعتمدنا بالتمويل على تلك المبادرات مو من صندوق حكومي، يعني هذا الصندوق ب 500 مليار دينار مخصص لمبادره رياده، هو مو للرياده، المشاريع الصغيره تحت الموازنه مشاريع ينطل الشباب صغيرة. ينطل الشباب بدون كفاءه بدون كفيل وكذا ما يطلب، والله انا على حد علمي انا ما متاكد من هاي المعلومه، بس على حد علمي نعم حيكون بدون كفيل المشروع نفسه او بضمانات بسيطه الدوله هي حتكون الضامن، انا على حد علمي. ليش مو شركه التامين او مثلا شركه التامين الوطنيه؟ قلت لك اكو حلول صارت هوايه للقضيه هاي، بس احنا خلينا نركز على قضيه الرياده. ايضا قضيه الرياده حيسوي لي تحسين بالاداء المالي. انا اليوم الحزم اللي اطلقها دوله رئيس الوزراء واللي هي حزم أنا سميتها حزم جدية وجريئة، لأن حقيقة ماكو حزم بهاي الجدية وهاي الجراءة، يعني حزم ممتازة للإصلاح. ولكن وين المشكلة اللي انصدمت بها هذه الحزم؟ إنه هذه الحزم ما وصلت إلى التجار، ما وصلت إلى الجهات المعنية. شنو أقصد بالما وصلت؟ ما ثقفوا عليها التجار إلا قبل يعني اليوم او البارحه، يلا صار اكو فد مؤتمر او هيك شيء حتى يسوون عمليه تثقيفهم وكل التجار، ما ثقفوا اكو تهرب من الحزم بكل صراحه. لا الثقافه اليوم يعني من تجي تطلع، يعني معقول التاجر اللي مسافر 100 دوله بالعالم ما مطلع على اليات العمل التجاري في كل دول العالم والتحول المالي؟ احسنت، ابقى يم هاي النقطه. هذا هنا عمليه تحسين اداء التجاره والاداء المالي. نعم. الريادي اليوم من حيجي ياخذ قرض هو فايت على تطبيقات الكترونيه، هو دا يشتغل بالتطبيقات الالكترونيه، كل شغله تقريبا الكتروني، فعمليا هو حيصير تحويل من التجاره التقليديه الى التجاره الالكترونيه. حيصير شنو عندنا القيود اليوم اللي نحتاجها بالتجاره الالكترونيه حتى نضبط الايقاع اللي هو هذا، مثل ما ذكرت بدايه الحلقه انه نحتاج قانون نسل قانون للتجارة الإلكترونية، لأنه إحنا واقعاً ما عندنا هذا الموضوع حالياً. تمام. فلهذا الريادة حتساهم بعمليات التصحر؟ نعم. حتقلل إياها ممكن؟ نعم ممكن تقلل إياها بشكل يعني ملحوظ، لأنه حتسوي لي، تعرف أنا من انتقلت من الريف إلى المركز الحضري للمدينة، هاي عملية الانتقالة ولدت لي ضغط على المركز الحضري. ولدت لي ضغط على الخدمات للمركز الحضري، ولدت لي ضغط على ايجاد فرص عمل للمركز الحضري، ولدت لي ضغط على الامن الغذائي للمركز الحضري. تمام. فالمشاريع الرياده حتساهم لي بتخفيف هذا الاثر. جيد. دكتور رزاق، يعني وصلتني رساله من احد الصناعيين الاستاذ مؤيد، يقول انه هذه برنامج رياده او مبادره رياده برنامج قمه في الرقي راقي جدا، لكن أين هو من التعقيدات الروتينية البيروقراطية الفساد؟ بنفس الوقت يذكر مثال يقول إحنا عندنا مصانع كثيرة متوقفة حاليا، يعني شلون ممكن إحنا ندعم شباب وننجح هكذا تجارب بنفس الوقت عندنا مصانع معطلة بها آلاف العمال؟ تحياتي لك واللي أرسل لك الرسالة. طبعا هذا الرجل يعني قلبه على العراق وعلى الصناعة العراقية. طبعا للأسف الشديد احنا القطاع الصناعي يعني او الصناعات الكبيرة في العراق تعاني من شلل تام، والكل يعرف يعني وما نعرف يعني
الأسباب يعني رغم النفقات الكبيرة اللي أنفقت على وزارة الصناعة ومصانعنا ما لقينا أي استجابة أو تغير. فبما أنه هذه المصانع غير قادرة على النهوض بالواقع الحديث والتطور التقني أو اللحاق بركب الصناعة الحديثة، خلينا نحول إنتاجها إلى ما يرتقي إلى خدمة المجتمع وتلبية متطلبات السوق من السلع والخدمات. نعم. يعني الأمثلة كثيرة وراح أضرب لك مثال بسيط، يعني وخلي يسمعني كل الأخوان اللي مختصين في قطاع الصناعة وحتى ضيفك الكريم ممكن أيضا يأيدني بهذا الشيء. إحنا عندنا بعض الصناعات اللي توطنت في العراق هي صناعات بلا مواد أولية، يعني العراق وطن بعض الصناعات وإحنا ما عندنا لها مواد أولية ولحد الآن قائمة ولكن غير عاملة وتحتوي ضمن ملاكاتها على كوادر فنية كبيرة ومدربة على مستوى عالي من التدريب، إضافة إلى كوادر إدارية ذات خدمة طويلة في هذا المجال. أنا أحول نوع هذه الصناعة إلى ما يتطلبه السوق. الآن إحنا العراق مثلا إذا تحسب استيراداته من اللدائن والمواد البلاستيكية يعني مليارات الدولارات سنويا، يعني القطاعات الإنشاءات قطاع الإنشاء والبناء يمكن يشكل 15 إلى 20% من حجم الاستيرادات ضمن الميزان التجاري لدولة العراق للسنوات من 2004 إلى 2020، يعني ما نزل عن هذه النسبة. زين. إحنا اللي بقطاع الإنشاءات فقط معامل الطابق والإسمنت ومعامل الجبس اللي قاعد تعمل وتعمل بكامل طاقتها، وبالتالي منتجنا المحلي الآن من أفضل أنواع المنتجات أمام المنتج الأجنبي. يعني أي منتج أجنبي أمام الإسمنت العراقي هو لا يعادل شيء، يعني الثقة في المنتج الوطني عالية جدا في مجال الإسمنت، وهذا دليل على نجاح الصناعة العراقية في تلبية متطلبات السوق وتقدر تصنع الفارق. هذه نقطة. النقطة الأخرى عندنا معامل النسيج ومعامل صناعة الإطارات، هذه ممكن نستفاد منها عن طريق تحويل نوع الإنتاج ومد السكك الحديثة لتحويل نوع الإنتاج أو نمط الإنتاج من نمط الإنتاج التقليدي إلى نمط الإنتاج الحديث، والتحول نحو إنتاج المنتجات البلاستيكية وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية بدل تصديرها إلى الخارج. الآن إذا تلاحظ عند سيرك في الطريق السريع تلاحظ مئات التريلات محملة مواد بلاستيكية ومواد نحاسية ومواد الفابون وما شابه من أو الألمنيوم اللي هو مستعملة تؤخذ عن طريق كردستان تصدر إلمن إلى خارج العراق وبمبالغ زهيدة جدا. ليش ما أني أستفاد من هذه المسألة وأحول هذه الصناعات المعطلة وأستفاد من جيوش الكوادر الشبابية المعطلة في هذه الصناعات؟ يعني عندنا كوادر هندسية مفخرة في العراق، لماذا لا نستفاد من هذه القطاعات؟ تمام. بما يضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي والتحول تمام. نحو الصناعة الحقيقية والفعلية واللي تدر أموال على العراقيين. تمام، أشكرك جزيل الشكر الخبير في العلوم المالية والمصرفية الدكتور رزاق ذياب الناشي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة الديمانية. شكر موصول أيضا إلى رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة المهندس خالد الجابري. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج دينار، دمتم بأمان الله.